بارما كارتوني الدور الاسباني الدور الايطالي السيري اي الجوله 33 وان شاء الله كانت مباراه مثيره مباراه كانت قويه خاصه وان شاء الله الهدف الذي سجله ادم الناس في الدقيقه 45 شان كيفاش ليساندرو اللي سجل الهدف الاول لصالح كارتوني في الدقيقه 14 شان كيفاش جونيور الذي عدل النتيجه لصالح بارما في الدقيقه 29 سيمون في الدقيقه 42 ادم الناس يعمق الفرق في الدقيقه 45 وين انتهى الشوط الاول بثلاث اهداف لهدف واحد لصالح كارتوني شان كيفاش كواسي وين نقولوا بلي وين قلص النتيجه يعني قلص النتيجه في الدقيقه كواسي في الدقيقه 49 يعني فلانتيني وين عدل النتيجه في الدقيقه 54 سيمون وين يسجل الهدف في الدقيقة 69 الهدف الرابع في الدقيقة 69 عن طريق ضربة جزاء يعني مباراة كانت معقدة مباراة كانت صعبة على الفريقين يعني وين شاهدنا كيفاش نقولوا باللي سيراسي المدرب تاع كارتوني اللي دخل بخطة 3-5-2 شاهدنا كيفاش روبرتو اللي دخل بخطة 4-3-3 شاهدنا كيفاش نسبة استحواذ 54% البارما 46% الكارتوني 278 تمريره الكارتوني 365 تمريره البارما يعني نقولوا بلي جاءنا كيفاش جينيور من جانب كارتوني اللي خرج دقيقه 84 احمد بن علي دخل مكانه جاءنا ادواردو يعني وين جاءنا ادم الناس اللي لعب 90 دقيقه نيكولا سالفارتور جاءنا لوكا جاءنا كيفاش كوفي جاءنا يعني ليساندرو جاءنا كيفاش ليكاس الحارس اللي لعب دور كبير في هذه المباراه جاءنا بارما سيموني ماتيا يعني جوسيفي شنا ماكسيم شنا دان شنا جيستون جيمس يعني وين دينيس وين يعني اندرياس وين لعبوا يعني شوف نقولوا بلي بارما وين لعبت وين رمات خاصة نقولوا بلي ربع ساعة الأخير ربع ساعة الأخير وين رماو بكل ثقة من أجل غير التعديل خاطش علاه وين تلقاو هدف في 69 دقيقة يعني وين نقولوا بلي من 70 دقيقة ل 75 دقيقة رماو بكل ثقة من أجل العودة في النتيجة لكن بدون جدوى أمام كارتوني اللي اغتنم الفرصة عرف كيفاش يسجل واغتنم الفرصة اغتنم فرصة يعني وعرف كيفاش يخطف هذا النقاط يعني عرف كيفاش يخطف هذا النقاط في وقت حساس في مرتبة يعني بس هذا الفوز وين يعطيه يعني حماس كبير يعني مشان كيفاش بارما يعني وين أراد الفوز لكن شو كيفاش وين كان منهزم وين كان منهزم وعاود ولا في النتيجة عدل النتيجة وين تلقى هدف يعني كاين بزاف أمور شأن هذه هي الجولة 33 بارما كارتوني الدور الإيطالي السيري أي.